يوم عافية هي عن الشد العضلي. سعداء أن تكون معنا دكتور ريم عبد الله محمود عبد الجليل. مرحبا بك وصباحك خير. مرحبا بكم وصباحك خير تيسير. إن شاء الله الناس تقدر تستفيد الليلة، وبتمنى دوام الصحة والعافية لكل الناس. مرحبا الله يخليك دكتور ريم. بداية خلينا نتعرف على الشد العضلي. طيب، الشد العضلي هو مشكلة يعني بيعاني منها معظم الناس أو بتدور حولها تساؤلات كثيرة. بداية تعريف بسيط بس عشان الناس تفهم هو عبارة عن شنو مصطلح الشد العضلي، لأنه بيختلط مع مصطلحات أخرى كثيرة زي التمزق العضلي مثلا. هو عبارة عن انقباض بيحصل في العضلة أو تشنج في العضلة أو تقلص، هي نفس المعنى، الثلاثة كلمات، مفاجئ بيحصل في العضلة نتيجة إنها اتعرضت لأي واحد من المسببات اللي هي مجهود مفاجئ أو حركة غير طبيعية للعضلة، بينتج عنها ألم، وبيكون في الشخص ما بيقدر يستخدم العضلة دي لحظة حدوث هذا التقلص أو التشنج، وبيكون لا إرادي العضلة بغير تعمد من الإنسان. فبداية دي هي تعريف بسيط له. الناس برضو عشان تعرف الفرق في العضلات، العضلات ذاتها هي نوعين. في عضلات إحنا نقدر نتحكم فيها اللي هي أصلا بيحصل فيها الشد العضلي، وفي عضلات إحنا نقدر نتحكم فيها. الفرق شنو؟ العضلات اللي احنا نقدر نتحكم فيها اللي هي عضلات الراس او الموجوده في الوجه، عضلات الرقبه، عضلات الجزع بتاع الانسان، عضلات الاطراف اللي هي في اليدين وبتشمل الساقين. العضلات اللي احنا بنتحكم فيها وما بيحصل فيها شد عضلي اللي هي العضلات الموجوده داخل جسمنا، اللي هي زي عضله القلب، عضله المراره، عضلات المعده والامعاء، عضلات المثانه وغيرها من العضلات الموجوده داخل الجسم. ودي ما بيحصل فيها الشد العضلي. لكن احنا دائما يعني بنصاب بالمشكله، احنا دائما نتكلم عن الوقايه، هو شنو الاسباب اصلا اللي بتؤدي للشد العضلي؟ طيب، الاسباب كثيره، واللي هي شنو مبدئيا اول سبب اللي هو اي عضله عندها حد معين من الانقباض والانبساط. العضلات عاده هي بتكون شغاله بتنقبض وبتنبسط بصوره مستمره، سواء انت بتمارس في جهد او سواء انت مرتاح. صح. طيب، في حالة الأسباب اللي هي شنو بتؤدي في النهاية لحدوث الشد العضلي، الحاجة الأولى اللي هي الإفراط في استخدام العضلة، بمعنى شنو؟ إنه أنت يعني تعرض العضلة لمجهود كبير أو إجهاد كبير أو تضغط عليها بإنك لفترة طويلة، بإنك مثلا تشيل حاجة ثقيلة لفترة طويلة أنت ما متعود عندك تشيل وزن زايدة، أو مثلا تضغط عليها مثلا بإنك يعني تعرضها إنها تكون يعني تحت مجهود أو تمرين رياضي قاسي لفترة طويلة. دي هي ده الإفراط في استخدام العضلة. السبب الثاني اللي هو الجفاف، اللي هو بينتج نتيجة شنو؟ إنه الناس ما بتكون بتشرب الماء أو السوائل الأخرى من العصائر بكميات كافية، بتؤدي الحاجة دي إلى جفاف في الخلايا العضلية الداخلية للعضلة، بينتج عنها الشد العضلي. وده بيتعرضوا له أكثر حاجة الناس الرياضيين اللي بيمارسوا الرياضة أو التمارين أو أي نوع من الأنشطة الرياضية في درجات حرارة عالية. الحاجة الثالثة اللي هي شنو؟ يكون في أي مشكلة صحية في الأوعية الدموية اللي بتمد العضلة أو بتغذيها بالدم اللي هو بغذي العضلة دي، ضيق في الأوعية دي، وده بيكون برضو بيحدث أثناء التمارين الرياضية بصورة مفاجئة وبيختفي خلال دقائق. الحاجة الرابعة أي مشاكل صحية في الأعصاب، يعني ودي بتميز بها أكثر حاجة الناس البالغين، ما بتجي لصغار السن ولا لكبار السن، اللي هي بتكون مشاكل في الأعصاب بتؤدي لشد عضلي في العضلات دي في أثناء فترة الراحة، واللي هي أكثر حاجة معروفة اللي هي بتكون شنو بتصيب عضلات الساقين. صحيح. أثناء النوم بيحصل فيهم شد عضلي. الحاجة الأخيرة من المشاكل الصحية اللي هي شنو؟ نقص في معدلات البوتاسيوم والصوديوم. الاثنين ديل هم عبارة عن شنو؟ هم عبارة عن عنصرين موجودين في الجسم بكمية معينة مسؤولين عن انقباض وانبساط العضلات دي. أي نقص فيهم، الصوديوم اللي هو مقصود به الملح. صح. طيب، أي نقص فيهم من خلال الأطعمة طيب بيؤدي في النهاية إلى مشاكل وشد عضلي، بالإضافة لبرضو المشاكل اللي بتكون في العمود الفقري والضغط على عضلات الظهر أو الأعصاب الموجودة، بيؤدي برضو للمعاناة من مشاكل الشد العضلي اللي بنسمع بها ناس بيقول لك أنا عندي مشكلة في ظهري، ألم في الظهر. في النهاية بينتج عنها شد عضلي، بينتج عنه مشكلة عصبية عضلية قد تمتد إلى الأسفل، لأسفل الرجلين، وبتزداد مع المشي، يعني الشخص ما بيكون عارف وبيمشي فبيحس بالألم بيزيد سواء في الظهر أو في المنطقة اللي هي ممتدة حتى الأسفل. جميل. دكتوري انت قلتي الشد العضلي ده يعني مثلا تمارين رياضية وغيرها، لو أنا مثلا كشاب قاعد أتمرن ويعني الشد عضلي، فلو استمر معي الشد العضلي ده بدون ما أخذ له يعني دلك طبيعي أو علاج طبيعي أو غيره، ممكن يؤثر سلبا، يعني ممكن يتطور أكتر ولا إلا يكون عندك بعض الأمراض اللي بتكون في جسمك يعني. طيب،
إذا أنت بتمارس تمرين رياضي ومدرب العضلة كويس وعملت تسخين ما قبل التمرين، يعني سخنت العضلة، ما كنت هتتعرض للشد العضلي. دي هي واحدة من العادات اللي الناس بيعملوها، إنه ما بسخنه قبل التمرين. طيب أنت ما عملت تسخين وبدأت التمرين، أيوة، أو إحماء، طيب ودخلت في التمرين طوالي، هيحصل الشد العضلي أنت بتتكلم عنه ده. طيب الشد العضلي ده أول ما يحصل بيحصل بطريقة فجأة، طيب الشخص فجأة بيفقد السيطرة على إنه أو إنه يقدر يستخدم العضلة دي، وبتلقاه وقع أو قعد لانه حاسس بالم شديد في المنطقه دي. طيب في حاله زي دي هيحصل شنو؟ الدلك احيانا من شخص مختص او عارف طريقه الدلك للمنطقه دي مع استخدام كمادات سخنه وبارده اللي هي بتخفف وبتعمل استرخاء للعضله وبتخفف من الالم، ممكن يزيلها في خلال فتره بسيطه، قد يعني تكون ما بين دقائق الى نص ساعه بالكثير. طيب في حاله انه هو ما راح، يعني ازداد الموضوع والألم زاد، ده معناها شنو؟ معناها أنت عملت مجهود عنيف مفاجئ للعضلة دي، هي عملت هيك والضغط عليها كبير، يعني شلت حاجة تقيلة شديد أو تمرين مفاجئ أنت ما كنت بتعمله، بالإضافة أن أنت ما عملت إحماء قبل التمرين. هل حيحصل شنو نتيجة الحاجة دي؟ أنه العضلة هتعمل رد فعل، هتنقبض، اللي هو الشد العضلي بيحصل عشان تقاوم الضغط اللي عليها. لما يحصل رد الفعل ده من العضلة، الانقباض الشديد ده بيؤدي أحيانا إلى حدوث التمزق العضلي. عشان الناس تعرف الفرق بين الاثنين، الشد العضلي ما هو تمزق. التمزق يعني شنو؟ الشد العضلي انه عضله انقبضت شديد، من شده ما هي انقبضت شديد وحجمها زاد من الانقباض، هيؤدي ده لتمزق الكيس اللي بيغلف العضله والاوتار حقه العضله واليافها الداخليه. ده اللي هو التمزق، اللي هو بيكون ألم شديد وما حيروح في اللحظه دي لا بدلك ولا بكمادات. لا ده حتى معروف يعني انه الشد قد يكون زمنه ما بين دقائق الى نص ساعه، اذا زاد عن اللزوم ممكن يوم، بس التمزق العضلي لا، حتى علاجه بيكون مختلف تماما وبيمتد الى اسابيع او شهور مع الراحه التامه وانت ما تمارس اي تمرين رياضي ثاني. صح، ونحن دائما عندنا فعلا خلط بين الشد والتمزق العضلي. والاهم من كده نحن دائما بنعيش على موضوع المسكنات اكثر، يعني هسه انت بتتكلم عن الراحه، كثير من الناس بتكون عندهم مشكله اذا كان شد او تمزق عضلي، فبيجيبوا مراهم مسكنه من الصيدليه عشان يسكنوا بها، بيكونوا في حركتهم الدائمه. فخلينا برضو نتكلم في الجانب ده، السلوك الخاطئ في التعامل في المعالجات، والمفترض انه الواحد يعمل شنو؟ طيب اول حاجه المعالجه بتكون كيف؟ انت لاحظت ما حصل تمزق، طوال الشخص يوقف استخدام العضله اللي حصل فيها اقصد شد عضلي، طوال الشخص يوقف استخدام العضله اللي حصل فيها الشده او شد نتج عنه تمزق لا سمح الله، يوقف التمرين تماما. الحاجه الثانيه بيبدا اي شخص مختص او زول بيعرف طريقه تدليك العضله بطريقه بسيطة بحيث انه بيضغط عليها وبيدلك العضلة، ده بيخفف من الألم. بعد كده الزول بيلجأ للكمادات. طيب الجل اول الحاجات اللي الناس تستخدمها دي من 200 احنا بنستخدمها، لما يكون حصل شنو غير الألم، احيانا بيكون الشد العضلي حاد، بينتج عنه شنو؟ انه بيحصل الشد للعضلة انقباضها القوي ده، بالإضافة للألم الشديد، بالإضافة لانه بيحصل تورم في المنطقة وبروز العضلة بحيث انه انت بتكون شايف انسيتها تحت الجلد. في حاله زي دي الجل اللي معظم الناس بتشتريه من الصيدليه او المسكن بيحتوي على مواد بتساعد على تخفيف التورم او الالتهاب الممكن يحصل داخل العضله وتخفيف حتى درجه حراره المنطقه بترتفع، فكل الحاجات دي بتخفف بالمسكن او الجل اللي هو بيسكن الم وبيخفف من حده الورم الحاصل للعضله في المنطقه دي، فهو استخدامه حاجه كويسه في حاله حدوث الحاجات دي. احيانا ما قد يحتاج الشد العضلي للمرهم ده اساسا، دلك بسيط مع كمادات ممكن يرجع على طول والشخص ممكن يرجع تمرينه ثاني، فعلى حسب الحاله. الناس ما على طول تمشي تستخدمه، هو ما حيضر بحاجه بس في نفس الوقت يعني إذا احتجتم ممكن تلجأ له في حالة الأعراض اللي أنا ذكرتها. صح، لكن هو الاستخدام يعني دائما بيكون مع الألم، يعني تسكين الألم ويرجع يواصل عمله، هي أيوة. الفكرة يعني صح. ممكن تكون فيها مشكلات. معظم الناس بيستخدموه حتى قبل التمرين، في ناس بيمشوا بيجيبوا بعض المراهم زي الموف أو غيره، وقبل التمرين بيمسح جسمه كامل، بيقول لك نوع من يعني جزء من الإحماء. صح. طيب لا يعني هو بيخفف من توتر العضلة، بيخفف من تورمه لو كان أدى تمرين سابق وبيعاني من الألم العضلي، بيخفف من الحاجات دي، بس هو يعني استخدامه المفرط ما كويس في النهاية. جميل، توريني انت قلتي الشد العضلي عفوا هو تمهيد للتمزق لو صح. ما تم معالجته معالجة صحيحة. يعني أنا مثلا جاني شد عضلي، فهل بيكون معروف بالنسبة لي انه ده شد عضلي، ولما نربطه دائما بأمراض ثانية قد تكون في العظام، قد تكون في الرجل وغيرها من مناطق الجسم، هل بتحتاج تشخيص برضه تدخل يعني؟ طيب 200 الشخص، يعني انت سؤالك انه يلجأ للطبيب او للفحص. طيب
الشد العضلي زي ما سبق ووضحته، اللي هو شنو؟ اللي هو زي ما قلت انه الزول بيعاني من الم وبيزول خلال دقائق من حدوث الالم بتدليك بكمادات. التمزق اللي هو نتيجه انه الشد العضلي كان عنيف شديد وانقبضت شديد، بيحصل التمزق بعد ذاك، واللي هو بيكون ظاهر تماما انه الشخص بيعاني من الم مبرح ما بيروح حتى خلال دقائق ولا نص ساعه. بعد كده حيضطر انه يعمل فحوصات، حيلقى انه في تمزق، حيحتاج راحه انه يريح العضله، وحقد يمتد من اسابيع لشهور. طيب 200 احنا نقول انه مشاكل في اخرى يعني صحيه اخرى، ده بيكون الشخص مثلا بيكون عنده مشاكل في الاعصاب انت قصدك، او مشاكل في العظام في المنطقه المحيطه بالعضله، او اوتار او اربطه، دي حياه منفصله تماما يعني، دي مواضيع اخرى ما لها علاقه مثلا بالعضله او بالشد العضلي. طيب في حاله انه في مشاكل في الاعصاب بالذات، ايوه يعني شخص عنده مشكله في الاعصاب زي ما سبق وذكرت انه ممكن بيعاني من حدوث شد عضلي في فتره الراحه، يعني ما اثناء بذله لمجهود، عشان انت تفرق بين الاثنين. اذا في مشكله في الاعصاب انت حيحصل لك شد في عضلات في جزء من عضله او عضله كامله او مجموعه عضلات في منطقه، طيب نتيجه المشكله اللي هي في الاعصاب اثناء فتره الراحه. الناس تنتبه للنقطه دي، مش اثناء فتره بذل اي مجهود، اللي هي اكثر حاجه بتميزوا بها الناس بتحصل في عضلات الساقين اثناء فتره النوم. فده هو الفرق. هي اصلا شنو المشكله اللي بتؤدي لانه يكون في مشكلات في الاعصاب وتؤدي أيوة. للشد العضلي اثناء الراحه؟ على الشخص ممكن يكون مثلا بيعاني من اي مشاكل صحيه، زي مثلا الناس السكري، الناس اللي عندهم ضغط بيتناولوا عقاقير الادويه اللي هي بتعالج الضغط، دي كلها بتاثر على الاعصاب. في النهايه بينتج عنها كنتيجه للخلل اللي حصل في العصب الممتد في المنطقه دي انه يحصل مشكله في العضله. بيحصل في الحاله دي اللي هو انقباض العضله المفاجئ او الشد العضلي في فتره راحه العضله العاديه. دكتوري ما احنا في ختام فقرتنا معك، لكن لو كان العلاج نجي للعلاج طبيعي، دلك خف بعد دقائق او مثلا ساعة أو كده، أيوة. لو اتطور معك، لكن يعني في علاج تاني للطبيب يعني عقاقير طبية أو غيره؟ أيوة، بالذات للناس اللي بيحصل عندهم مشاكل في الأعصاب بينتج عنها أثناء فترة الراحة الشد العضلي، بيدوهم أدوية معينة بتساعد على ارتخاء العضلات. طيب يعني بيكونوا أثناء فترة الراحة بياخدوا الأدوية دي فبتريحهم تماما وبتخلي العضلة مسترخية. الحاجة الثانية بنقول لهم أعملوا تمارين ما حتى قبل النوم للعضلة ذاتها، اللي هي تمارين الشد والإطالة عشان تخفف من الشد اللي ممكن يحصل. الحاجة الثالثة اللي بنصح بها كل الناس إنه يا ريت ياخدوا كمية كافية من السوائل ويعوضوا جسمهم قبل التمرين بساعتين بأنهم يشربوا من 10 إلى 11 كوب من السوائل أو من العصائر قبل التمرين بساعتين، وخلال التمرين ممكن الناس تاخذ المشروبات البارده الخاليه من الصودا من كل 15 ل 20 دقيقه. ثاني حاجه انه اي شخص عانى من الشد العضلي ده لفتره طويله، يا ريت يعني وبصوره متكرره يلجا للطبيب في الحاله دي وما يعتمد على الدلك او المسكنات من الصيدليه. فده هو اكثر النقاط المهمه يعني. طوالي ممكن الطبيب برضه لو تطور الموضوع اكثر بيديه ارشادات مختلفه للمرات القادمه، لو حصل لك مثلا يعني شد عضلة أو غيره، ممكن برضو تدوم توجيهات أنتو؟ التوجيهات اللي هي زي ما أنا ذكرتها هسي، النقاط اللي أنا قلتها دي، بالإضافة لأنه برضو الطبيب العلاج الطبيعي قد يساعد الشخص كثير يعني في حالة الشد العضلي، من ناحية التدليك، من ناحية النصائح اللي ممكن يقدمها له. فالشخص ما من نفسه يمشي يعمل حاجات أو يشتري من الصيدلية أدوية بدون ما يلجأ لطبيب مختص، بالذات في حالة أنه تكرر عليه الشد العضلي أو استمر معه لفترات طويلة وبصورة مستمرة ومزعجة، ما يفتكر أنه الموضوع بسيط. صح، يعني يمكن هو التحفظ دائما في الأكل الصحيح والرياضة وغيرها من السلوك الصحي الصحيح بيجنب كثير من المشكلات. أكيد. شكرا لك جزيلا دكتور ريم عبد الله محمود عبد الجليل، وكان حديث اليوم عن الشد العضلي. شكرا جزيلا. عفوا، الله يخليك.